اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم نزلنا للشارع باش نسقسيو المواطن الجزائري وشنو هي الظاهره السلبيه اللي راهو يشوف فيها منتشره بزاف في المجتمع وراهو يتمنى زوالها. شوفوا معنا كيفاش كان الرد تاعو. انت هي منتشره بزاف في المجتمع الجزائري وراك حاب تتنحى هذه الظاهره. يا اخي التقليد تاع التحفيفات الغربيه هذوك تحفيفات اللي ما عندهم حتى علاقه بالدين الاسلامي تاعنا. تحفيفات كل واحد يدير واحد من زيقة وكل واحد شي يدير ما عندهم حتى علاقه بالدين ولا بالثقافه الجزائريه تاعنا لازم تنحى. هذه هي ما لازمش تكون في المجتمع الجزائري. هذه ما لازمش تكون ما عندها حتى علاقه بالاصاله ولا بالدين تاعنا. كما ما تحففش هكاك جامي ما حفتك. ما تحففش هكذا كما كاين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احلقوه كله او اتركوه كله، صحيح ما كاينش ديفيرونس بزاف بين الفوق والتحت. تكون هذه هي الظاهره اللي جينات. هذه هي الظاهره اللي منتشره بزاف. هاي مجينيتني بزاف. ظاهره سرقه الاحذيه في المساجد. اللي يسرقوا صبابط من الجوامع. وظاهره العنف ثاني. العنف. علاش كيفاش انت حتى قلت لي ظاهره سرقت على صرات لك انت صرات لي زوز صرات لي طريقه العنف انه درت حادث مرور مع انسان وهبطوا زوز ضربوني ودوك راني متوجه للمستشفى عين نعجه على جال ليكسيسيون دان بلان وسرقوا لك كاش نهار من مسجد صباطك فعلا هنا في رمضان كيفاش في جامع الاخر كنا في التراويح جيت خرجت ما لقيتش الصباط نتاعي والله كيفاش فريتها؟ كاين واحد الاخ عطاني نعايل قال لي كمل بهم رحت بهم حتى لوسان دي البارني وين راني في المعهد نتاع الشبه الطبيين كنت مقيم تما هادو زوج ظاهرات وسيرتو الظاهره هذه الاخيره تاع سرقه الاحذيه من المساجد ظاهره سلبيه ظاهره سلبيه جدا جدا وما تشرفناش في المجتمع نتاعنا مش لاعب يعني ما تشرفش سيكيلاسيون سيركيلاسيون يعني ازدحام المرور ازدحام موري علاش؟ يا المشكل لازم تنوض الصباح باش تقضي شغلك باش تقضي شغلك لازم تروح الصباح تخرج على السبعه سيت وطار الازدحام موري يعانيوا منه بزاف الناس خاصة في الدخول المدرسي يعني دوكا جايه دخلت على مسيت جايه دخلت على مسيت يزيد الازدحام المرور تزيد ظاهره اخرى واحد مريض واحد عيان واحد مش عارف كيفاش مشكلة هذه قبل ما ترقد تخمم فيها يعني انت قبل ما ترقد تخمم مع السيركيلاسي تاع الصباح كل يوم هكا كل يوم هكذا غير بالجمعة بالك اللي ما كاش بالجمعة صعبة الجمعة صعبة يعني انت السيركيلاسي هي اللي مجينياتك السيركيلاسي مجينياتك وك متمني تتنحى هاد الضايع ان شاء الله باذن الله احنا ماذا بنا هذه المخدرات يديروا لها حل يديروا لها يحاربوها بزاف ضيعت كاع الناس ضيعت كاع الناس وضيعت كاع المجتمع تاعنا ودوك البنات راهم يتكيبوا بنادو راهم يتكيبوا ما على بالكش على بالكم انتم راكم في الدومين وتعرفوا راهم يتكيبوا بنادو راهم يتكيبوا الظاهره الاولى وهو العنف وسيرتو في الملاعب في الملاعب ملاعب يرحم باباك دوك البري ماش مولودية سيربي تكمصوا بالعنف العنف لماذا دوك انت تروح تشوف في ماتش باه ترتاح وباه تزهى توليداتك تعشي واحد مسكين في السبيطار واحد هكذا ومن بعد يوقعوا كارثه بزاف او ياكلوا كذا انا نظن هذه شويه والحل تاعو هو دي سانكسيون الظاهره هذه راهي منتشره بزاف وراني نشوف فيها يعني انتشرت في جميع الولايات 48 ولايه اللي هي كاين ناس راهي تلبس تريكوات تاع الانجليز ناس راهي مع لاباس تاع الدول اجنبيه راهم يلبسوهم مام حتى لي فواتير اللي راهم هنا كاين لي بابي مشوار كاين تريال الاخرى تاع الانجليز تاع كندا تاع امريكان على هما ما يديروش كيما حنا ما يرفدوش درابو تاع الجزائر على ما يديروش درابو تاع الجزائر على حنا واحد الشورط تاع الانجليز واحد الاخر تاع امريكان واحد لا كاسكيطه ما على باليش كيفاش ظاهره سلبيه ظاهره سلبيه بيان سور اه كيفاه بلاد اللي استعمراتك بلاد اللي كانت تحقد عليك تولي انت دير لها بيبليسيتي دير لي بيبليسيتي في الاشهار هاك دير لها في الاشهار نتاعها على هما ما يحبوناش يعني انت ما تلبش هذوما اللي فيهم زعما علام تاع بلدان انا حتى ونشري حاجه من نحي الدرابو هذاك نحيه كاين لي فواتير مام لي فواتير الناس يعني دايره انتشرت بزاف هاد الظاهره انتشرت بزاف بارتو هذه ماشي غير في الجزائر هنا بارتو في 48 ولايه غروسو مودو سيت اون ديسيبلين يروح الانسان باه يرتاح ماشي يروح باش يدير العنف باش يدير العنف ولا باش يضرب ولا هكذاك يروح يريح في دارو خير ديجا عندها عام مع اللي مات ايبوسي تاع جياسكا هذا انت ما ماركيت زعما ما نقش العنف من هذيك الضربه ما نقص راه دو بليزون بلي راه يزيد يا خويا راه يزيد ولازم ناخذ دي سانكسيون لازم عندنا كارثه في العالم يشوف بينا بلي تروح تشوف ماتش تروح تشوف دبزه ظاهره ترمي النفايات في
في الطريق العمومي، في امام المنازل، امام المحلات التجاريه. والظاهره راهي منتشره بزاف وتعبر عن عدم وعي كبير لدى الجزائريين باهميه النظافه. هي لازم تكون نظافه ان شاء الله، يديروا قوانين صارمه تمنع من هذه انتشار هذه الظاهره اللي انتشرت بزاف عند الشباب، عند الكهول، عند جميع فئات المجتمع. ظاهره سلبيه، ظاهره الطلاق. طلاق منتشره بزاف باسكو تشوفهم دركا شغل شهر شهرين تقول لك صاي سي بون خلاص، يعني يتزوجوا شهرين يطلقوا، يتزوجوا شهر شهرين يقول لك يطلقوا. علاش؟ دي فوا من اسفه الاسباب تلقاها من ولا شيء، ودي فوا تقول لك نو تكافؤ الاجتماعي، تكافؤ ما كاش تكافؤ ثقافي، تكافؤ مالغري كو من المره الاولى كانت قادره تيفيتي هالبروبليم كامل من المره الاولى، تسمى المره الاولى دير حد لشي هذا. يعني تلقاو مشكل كبير في المجتمع الجزائري. مشكل كبير كبير، ماكاش اسره ما فيهاش، ماكاش عادوا تلقاهم قليل 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 وين تصيب واحد اللي يبقى ولا غيلاسيون تاعهم تبقى. يعني شغل ينجح الزواج تاعهم. ايه بيان سور، عاد شغل كي تشوف واحد طول شغل تجيهم حاجه غريبه، حاجه بيزار. من بين الظواهر اللي انتشرت مؤخرا هي ظاهرة عدم قبول الأولاد، تحكم الأولياء فيهم في تصرفاتهم في حياتهم الشخصية، يعني أنهم جابوا أفكار معناتها من الغرب، مثلا كيما نقولوا ما يحكمش فيه بابا، ما يحكمش فيه، يقول له ما تخرجش في الليل، يقول له نخرج. كاينة في المجتمع الجزائري، كاين با مال دو كا كيما هكا كاينين هنايا نورمال، يحب يخرج في الليل، يسهر، ما يحاسبوش، يقول له ما تفوتش ان سيغتان طون كيما نقولوا حنايا، ما ياخذوش الراي الوالده، ما ياخذوش الراي ماشي كيما بكري. سكي كونسيغ لا مامون ولا لو بارون تاعو، حتى خاوتو الكبار ما يحبش يتحكموا فيه، ما كانش نورمال، يهضر معاك تسكت بكري. ايه بكري. وثاني في التصرفات تاعهم كيما نقولوا، انتشرت بعد التصرفات الغير اخلاقيه في طريقه اللبس. اللبسه ايه كيما نقولوا من ناحيه لي زامي تاعهم، انت راك حايب تتنحى الظاهره. اكزاكتومون، تقعد كيما بكري. الباركينغ سوفاج هذوما، ويعني كاش يقولوا يجي ليك يعني درع، هذا هو يعني بالقوه دقاري جي اعطيني كدايا بالقوه، ويعني من يعني الحكومه ولا السلطات يعني ما ماشي مهتمه بهذا الشيء. هذا هو يلزم الحل، بيان سور يلزم الحل. وهذه هي الحاجه اللي مجنياتك راك حايب متمني تنحى. نورمالمون كاع الجزائريين مجنيتهم هذه على كل حال. ما حبش يخلص باركينغ ضربوه هموس. ايه هذه الامور هذه عندنا احنا